لا كلشي طلاق. سي بن كيران، سي بن كيران دايرين عليه البلبله العداله والتنميه، وغادي نقول لكم عاوتاني واحد القضيه. الحكومه ديال سي بن كيران اللي انا اللي باليا فيهم خدام هو السي عزيز الرباح. عزيز الرباح راه يلاه طروس من كذا العالم في الشنطيات، داكشي راه قالش على داكشي اللي غيديروا المغرب في 20 عام داره هو في 7 سنوات، يعني دار في 7 سنين وقل، يعني داكشي اللي قال راه كاين في قلب 7 سنين. دابا حنا كنخافوا لا يطلع شي رئيس حكومه جديد ويبدل لينا، حتى مازال هذا بن كيران كومي معنا. انا عيرته وماشي عيرته، يعني انا ما عجبنيش وما غضبت عليه، ولكن كتشوف حتى كتعيا ما عاد تلقى، ما عاد تلقاو حتى شي واحد احسن منه. هذا هو الواقع، تشوفوا تتعيا وما عاد تلقاو حتى شي واحد احسن منه، راه وتخاف تجيب شي واحد تلقاو كراف منه عاوتاني. مازال هو راه كيهضر نيشان، هو احمق حتى هو كيهضر ومبلبل، مره يبكي مره يضحك مره ودي الله. وانتم كما بان لكم، شوفوا انا عايش في البلاد الغرب، ما عارفين شنو كديروا. هادشي انا كنقول لي فانزيلي الفانزيلي، اللي عارفين اي كلمه كنقولها فاهمين المقصود ديالي والمعنى ديالها، حيت هما عارفين وانا عارف.